مرحبا وأهلا بكم مرة أخرى في دراستنا للكتاب المقدس. نقوم بدراسة إنجيل مرقس، وهذه هي الدراسة رقم 49 في سلسلتنا. ننهي دراسة إنجيل مرقس الإصحاح 7، وأن يسوع يقوم بشفاء الرجل الأصم ولا يمكنه الكلام. كما كنا نتعلم بأن الله يستخدم شفاء مشاكل الجسد كصورة لشفاء مرض أكبر فينا. طبيعتنا الكلية مصابة بمرض، وأن كل من جسدنا وروحنا نحتاج لشفائهما. إن يسوع يشفي روحنا بالخلاص عن طريق تطهيرها من الخطيئة، وأنه يعد بشفاء جسدنا من الخطيئة في نهاية العالم. لا يعد الإنجيل بشفاء جسدنا في هذا العالم. في دراستنا السابقة اختبرنا تشبيه الرجل الغني ولعازر الموجود في إنجيل لوقا الإصحاح 16. الرجل الغني والذي كان يملك الكثير من المال ويمضي إقامته المؤقتة